حاسة يا كابتن تامر، انا برحب بحضرتك. حبيبي يا عمر، ربنا يبارك فيك. وحشني. الله يكرمك انت كمان، والله ربنا ربنا يخلي يبارك حضرتك فيك. يا رب. شكرا طيب جدا. يعني خلاص، رجب بكار لسيراميكا كليوباترا اعارة مع احقية شراء كابتن تامر؟ ايوه، ده اللي حصل بالظبط. كانت هي الفكره كلها ان رجب في الفتره الاخيره كانت الظروف مش سعيده بالنسبه له مع بيراميدز، والاسباب طبعا يعني ممكن تبقى يعني مش كامله الفهم، يعني مش فاهمينها قوي. فكان الافضل انه ياخد سنه يبعد فيها شويه عن قله اللعب، والحمد لله انه راح نادي برضه يعني كبير، يعني ولد كبيرا هو نادي سيراميكا، فان شاء الله يعمل موسم كويس وان شاء الله يرجع بيراميدز تاني او يكمل بقى مع سيراميكا ان شاء الله تحقق حاجات كويسه السنه دي ان شاء طيب الله. معلش يا كابتن، هكلمك شويه في البنود اللي ليها علاقه بالتعاقد. هل سيراميكا من حقه ان هو يشتري رجب بكار من غير ما يرجع لبيراميدز؟ لا يعني هو في اتفاق على مقابل مالي كام يا محدد، كابتن؟ يعني العقد اللي اتعمل بين سيراميكا وبين بيراميدز واللي مضى عليه رجب واللي انا كنت يعني شاهد عليه، مكتوب فيه لازم سريه المعلومات هم اللي يقولوها، لكن هو رقم يعني راعى فيه بيراميدز ان رجب يبقى مستريح، يعني الامور ممكن تبقى بالنسبه له مريحه فانه ينتقل بسهوله لنادي سيراميكا في نهايه الموسم ان شاء الله. يعني يا كابتن، هل يعني انتقال احمد فتحي البيراميدز هو ده اللي اثر ما بين العلاقه ما بين بيراميدز ورجب بصراحه؟ طيب خليني اقول لك برضو يعني انتقال احمد من الموسم القادم، لكن تمام. العلاقه يعني شبه بعض التوتر شويه في فتره من بدري، يعني الموضوع يعني كان فيها توتر شويه في السنه دي، وانا كان وجهه نظري ان يتم الاستفاده من لاعب بامكانيات كبيره زي رجب بكار، كان ممكن يبقى مفيد جدا، ولكن ممكن تكون بعض الامور اللي بين الطرفين وترت الموضوع شويه خلت ان الافضل ان هو ينتقل، فممكن يكون ساعد برضو على الانتقال وسهوله انتقال وجود لاعب كبير زي احمد فتحي. طيب مروان محسن يا كابتن، شايف ان هو لا يستحق ان يبقى موجود في منتخب مصر الفترة دي؟ والله انا شايف ان مروان في بعض الفترات كان بيبقى متواجد في منتخب مصر وهو ما كانش عنده التوفيق اللي كان عنده الفتره الاخيره، فكنت متخيل ان كان لازم يبقى متواجد، ولكن طبعا هي رؤيه فنيه للكابتن حسام، هو ادرى باحتياجاته الفتره دي، وانا اظن ان ده برضه عامل مهم لمروان انه يجتهد ويركز مع نبيل لحد ما يرجع تاني لمكانه الطبيعي في منتخب مصر. العادة خلاص يا كابتن، حضرتك كنت اتكلمت قبل كده على ان هيتم توثيقه لما باب الانتقالات الصيفية يتفتح، هل تم توثيق العقد خلاص؟ انت بتتكلم على ما بين مروان. 30، انا عارف انت بتتكلم ما بين 30 11 و6 ديسمبر العقد ان شاء الله يوثق ان شاء ما الله بين 30 و6 ان شاء الله. ان شاء الله. طيب باري المحمد يا كابتن باقي في الاسماعيلي الموسم القادم؟ يعني احنا مضطرين طبعا لعمليه قياده الغضروف ديت ان احنا ننتظر في الاسماعيلي ويرجع ان شاء الله، يمكن يعني ان شاء الله حته الدوري ان هو يعني تأجل، فدي ميزه لباهر ان هو ممكن يلحق الدور الثاني من اوله، فتبقى ميزه ليه وللاسماعيلي، وان شاء الله لو في فرصه للانتقال للاحتراف الخارجي ان شاء الله تبقى في نهايه الموسم ان شاء الله. اشكرك يا كابتن تامر، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا. الكابتن تامر النحاس وكيل اللاعبين، طولنا على حضراتكم شويه ولكن كان لابد ان احنا ناخد الاخبار والكواليس الحصريات بعد الفاصل.